بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الوردة اللي انتوا شايفينها دي. الوردة بتستخدم للتزيين، ممكن تزيني بيها فستان او لفة هدايا، شنطة زي ما انت عايزة، وهي سهلة ومش بتاخد خيط كتير. ممكن تستعمليها بباقي الخيوط اللي عندك، وطبعا بالمقاس الابرة اللي يناسب الخيط. عايزة تكبريها تستخدمي خيط أسمك، عايزة تصغريها تستخدمي خيط أرفع. نبدأ مع بعض في تنفيذها إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل تدخلي على أول سلسلة عندك، تسحبي الخيط بمنزلقة، بتعدي من على اللفة اللي على الإبرة بيها. تمام كده انت قفلتي حلقة البداية بتاعتك. هنا السطر الأول عبارة عن 6 أعمدة، بين كل عمود وعمود 3 سلاسل، فانت هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود الأول، وبعدين هتشتغلي 3 سلاسل، ده الفرق بين العمود والعمود اللي بعده. تمام، يبقى انت اشتغلتي في الأول 6 سلاسل. بتاخدي الخيط تحت الإبرة معاكي كده وتعملي أول عمود، وبعدين بتشتغلي 3 سلاسل وتعملي العمود اللي بعده كده، ده تاني عمود عندك، وبعدين بتعملي 3 سلاسل وتشتغلي عمود و3 سلاسل، 1 2 3، وعمود و3 سلاسل وتشتغلي عمود كده. انت عندك ال3 سلاسل ارتفاع بتعتبريهم عمود، وعندك 1 2 3 4 5، يبقى كده عندك 6 أعمدة. بتشتغلي 3 سلاسل وتقفلي في تالت سلسلة عندك، بتعدي من تحت كده 1 2، وفي التالتة بتدخلي وتعملي منزلقة بتقفلي بيها السطر بتاعك. ده كده شكل السطر عندك. بتثبتي الخيط من تحت الشغل بإبرة التقفيل عشان يبقى ثابت معاكي، عشان هنا الأعمدة ضعيفة، ان انت لو قصيتي الخيط هيفك منك. تمام، ده كده شكل السطر الأول عندك. السطر التاني هتعملي منزلقة على ال3 سلاسل عشان تدخلي بيها في نص السلاسل. الوردة كلها عبارة عن سطرين بس، انت اشتغلتي السطر الاول، السطر التاني هنشتغله بالطريقة اللي جاية دي. بعد ما عملتي المنزلقة ودخلتي وسط السلاسل بتعملي سلسلة وتشتغلي عليه ال3 سلاسل، بتشتغلي عليهم غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده هترتفعي 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انت هنا عملتي 12 سلسلة، دول هنشتغل عليهم اعمدة بالطريقة اللي انت هتشوفيها دلوقتي. هترتفعي سلسلتين في اول واحدة بس، اللي هترتفعي سلسلتين، وبعد كده هترتفعي سلسلة واحدة بس، وهتدخلي على السلسلة، هتسيبي السلسلة اللي بعدها وتدخلي على السلسلة الرابعة. يعني انت هنا ارتفعتي سلسلتين وسبتي سلسلة، هتدخلي على السلسلة الرابعة وهتشتغلي نص عمود. نص عمود يعني بتاخدي لفة على الإبرة وبعدين بتاخدي ال3 لفات مع بعض، وبتشتغلي سلسلة، وعلى العمود اللي بعده هتعملي عمود. يبقى انت عملتي سبتي سلسلة وعملتي من ال12، وعملتي نص عمود سلسلة عمود على السلسلة اللي بعدها، وبعدين بتعملي سلسلة، وعلى العمود او على السلسلة اللي بعدها هتشتغلي عمود. كده انت اشتغلتي عمودين، نص عمود وعمودين. تمام، هتعملي هنا 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين تدخلي على راس العمود كده بالطريقة دي وتعملي غرزة حشو. ده هيبقى شكلها عندك. العمود اللي بعد غرزة الحشو بتدخلي على السلسلة وتعملي عمود على طول، مفيش سلسلة،
بعد غرزة الحشو، بعد العمود اللي عليه حشو، ما بتعمليش سلسلة، تدخلي على طول على السلسلة تشتغلي عليها عمود. بعد العمود بتعملي سلسلة، وبعدين بتعملي على السلسلة اللي تحت عمود، وبتعملي 3 سلاسل، وعلى راس العمود نفسه بتعملي عليه غرزة حشو. كده انت عندك 2 من ال3 سلاسل غرزة حشو. بعد الحشو بتعملي على السلسلة اللي تحت عمود على طول، ما بتعمليش سلسلة، تمام؟ وبعد العمود بتعملي سلسلة وتشتغلي عمود على السلسلة اللي تحت، وتشتغلي على العمود ده 3 سلاسل، وتدخلي عليه كده تعملي غرزة حشو. كده انت عندك 3 من ال3 سلاسل حشو. بعد الحشو مفيش سلسلة، بتدخلي على السلسلة اللي تحت على طول وتعملي عمود. بعد العمود بتعملي سلسلة وتدخلي على السلسلة اللي بعدها وتعملي عمود بالشكل ده. على العمود ده اللي بيبقى بعد السلسلة بتعملي 3 سلسلة وحشو على راس العمود زي ما انتي شايفة كده. كده بقى عندك 4 من ال3 سلاسل حشو على الأعمدة بتاعتهم. بعدها بتعملي عمود على السلسلة اللي تحت، كده هيتفضلك سلسلة تحت هتشتغلي عليها، هتعملي سلسلة وتشتغلي عليها عمود. دي أول ورقة عندك بنشبكها في الآخر بالطريقة اللي هتشوفيها، تمام؟ الورقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص عمود، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هتيجي على 3 سلاسل اللي بعد الحشو، انتي هنا عملتي حشو، 3 سلاسل اللي بعدها وبتعملي حشو بالطريقة دي، تمام؟ بعد كده هتشتغلي 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انتي هنا اشتغلتي، بتشتغلي الورقة التانية، تظبطي ال12 سلسلة تخليهم قدامك كده عشان لما تشتغلي عليهم تشتغلي عليهم من غير ما تبقي بيلفوا منك السلاسل، تمام؟ بعد ما ظبطتي ال12 سلسلة وخليتيهم قدامك كده، بتطلعي الإبرة وبتيجي على تاني 3 سلاسل، يعني انتي هنا عاملة 1 2، بتعدي من ايه؟ من بعد السلاسل جنب ال12 سلسلة، بتعدي 1 2، وبتدخلي كده جوه ال3 سلاسل وتسحبي الخيط بتاعك، بتعديه من عليهم وتعملي منزلقة. كده انتي شبكتي الورقة التانية اللي هي عندك شكلها كده، شبكتيها في تاني 3 سلاسل، تمام؟ هتعملي ايه؟ هترتفعي سلسلة واحدة. احنا هنا كنا في الاول ارتفعنا سلسلتين عشان قلنا هنقفل فيها في الاخر، وبعدين بتيجي تسيبي السلسلة الاولى اللي انت شايفاها دي وتدخلي على السلسلة التانية وتعملي نص عمود. يبقى انت كده سبتي سلسلة واشتغلتي على السلسلة اللي بعدها، وسلسلة وتدخلي تكرري بقى اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، عملتي نص عمود بتعملي سلسلة وبعدها بتعملي عمود، وبعدين بتعملي سلسلة وبعدها بتشتغلي عمود، تمام؟ وبعدين على العمود رقم 2 اللي بعد النص عمود وعمود وعمود بتعملي 3 سلاسل على رقم 2 وتعملي حشو. انت كده بتكرري اللي انت عملتيه في اول فرع، تمام؟ بعد الحشو بتعملي عمود على طول، ما بتعمليش سلسلة. وبعد العمود بتعملي سلسلة وتدخلي على السلسلة اللي بعدها بتعملي عمود، وفوق العمود ده اللي بعد السلسلة بتعملي 3 سلاسل
وتدخلي على العمود تعملي حشو على راس العمود بالشكل ده. كده بقى عندك اتنين. بعد الحشو بتعملي عمود وما بتعمليش سلسلة، تمام؟ بتعملي عمود وبعدين بتعملي سلسلة وعمود على السلسلة اللي تحت. بعد السلسلة عملتي عمود على العمود اللي بعد السلسلة، بتعملي ثلاث سلاسل وتشتغلي حشو على راس العمود. ده الشكل عندك. بقى عندك ثلاثة من الثلاث سلاسل، يبقى كده فاضل لك واحدة هتشتغليها. هتيجي بعد الحشو بتعملي على طول عمود من غير سلسلة، وبعدين بتعملي سلسلة عمود، وعلى العمود ده بتشتغلي ثلاث سلاسل وتعملي حشو على راس العمود بتاعك، تمام؟ ده الشكل عندك. بعد الحشو بتعملي عمود على السلسلة اللي تحت، وبكده هيبقى فاضل عندك سلسلة واحدة هتشتغلي عليها. هتعملي بعد ما اشتغلتي العمود هتشتغلي سلسلة، وتيجي على اخر سلسلة عندك هتدخلي فيها وتعملي عمود. ده كده الشكل عندك. هتروحي جاية على الثلاث سلاسل اللي بعد اللي انت عملتي عليها الحشو وتعملي حشو. ده كده شكل السطر معاكي. هو كله سطر واحد، انت بتعيدي ال 12 سلسله. انت كده لما خليتي ال 12 سلسله وشهم قدامك فاشتغلتي عليهم من غير ما ايه ما يلفوا منك، تمام؟ بعد ما عملتي الحشو هنشتغلها معاكي مره كمان. هتعملي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سلسلة، بتظبطيهم وتخليهم زي ما انت شايفة كده وش السلاسل ليكي. وتروحي مطلعة الابرة ومدخلاها في تاني ثلاث سلاسل، يعني 1 2 بتعدي من بعد الحشو كده، من بعد تمشي كده وتعدي 1 2. لو عديتي من هنا هتبقى 1 2، هتبقى التالتة، تمام؟ يبقى انت هتعدي اسهل لك من هنا 1 2، تدخلي جوه الثلاث سلاسل والسلاسل بتاعتك قدامك كده، وتروحي ساحبه وعامله منزلقه كده. انت بتربطي الورقه بالورقه، وبعدين بعد المنزلقه بتعملي سلسله واحده بس، وبتدخلي على بتعدي كده هنا عندك سلسلة، بتسيبيها وتدخلي على التانية وتعملي عليها نص عمود. نص عمود يعني بتاخدي لفة على الإبرة وتاخدي تلات لفات في لفة واحدة مع بعض. بعد ما عملتي النص عمود بتعملي سلسلة وعمود وسلسلة، وبتعملي على السلسلة اللي وراها عمود. كده انت عملتي نص عمود وعمودين بينهم سلسلة. بتعملي على العمود التاني بتعملي عليه ثلاث سلاسل، وتشتغلي غرزة حشو جوه زي ما انت شايفة كده. بتدخلي جوه العمود كده وتاخدي اللفة بتاعتك وتقفليها بغرزة حشو. كده انت عملتي اول ثلاث سلاسل حشو. على العمود اللي بعديه بتروحي داخله على السلسله اللي بعديه وتعملي عمود. بعد العمود بتعملي سلسله وتشتغلي عمود على السلسله اللي بعده، تمام؟ يبقى انت كده اشتغلتي اول ثلاث سلاسل حشو، وبعديهم عملتي عمود سلسلة عمود. على العمود ده بتعملي ثلاث سلاسل حشو،
وبعدين بتعملي عمود وبتشتغلي عمود على السلسلة اللي بعده وبعدين سلسلة وعلى السلسلة اللي بعدها بتشتغلي عمود. تمام، العمود اللي بعد السلسلة بيبقى عليه 3 سلاسل حشو، على راس العمود بتعملي حشو وبعدين على السلسلة اللي بعده بتعملي عمود وسلسلة وعلى السلسلة اللي بعده بتعملي عمود وبعدين بتعملي 3 سلاسل حشو على راس العمود. كده انت عملتي 1 2 3 4 4 من الـ4 سلسلة من الـ3 سلاسل حشو. بعد الحشو بتعملي على طول عمود ما فيش سلسلة وسلسلة وعلى اخر سلسلة عندك بتعملي حشو عمود، على اخر سلسلة بتعملي عمود. ده كده الشكل عندك. بتيجي على الـ3 سلاسل بتشوفي هنا في حشو وتبقي على الـ3 سلاسل اللي بعدها بتعملي حشو عشان ما تتلخبطيش وتعملي 2 حشو في على الـ3 سلاسل واحدة بس. تمام، ده هيبقى الشكل عندك. بتكرري 12 سلسلة وتكرري معاهم، بعد ما تعملي الـ12 سلسلة تدخلي على تاني واحدة من الـ3 سلاسل بتشبكي بمنزلقة وتعملي سلسلة وتسيبي سلسلة أول سلسلة في الـ12 تشتغلي عليها نص عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وتكملي بنفس الطريقة. كده انت اشتغلتي 5 ورقات 1 2 3 4 5. الستة هتشتغليها ازاي؟ هتعملي 12 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وعلى تاني واحدة من الـ3 سلاسل تعيدي 1 2 وتكوني مظبطة السلاسل بتاعتك كده بحيث ان هي لما تدخلي المنزلقة تبقى السلاسل قدامك. تمام، وتدخلي كده على الـ3 سلاسل وتسحبي بمنزلقة بتربطيها معاها. بعد ما عملتي منزلقة بتعملي سلسلة وبتشتغلي على الورقة بتاعتك عادي خالص، بتسيبي سلسلة وتدخلي على السلسلة اللي بعدها بتشتغلي نص عمود وبعدين بتعملي سلسلة وتدخلي على السلسلة اللي تحت تعملي عمود وسلسلة تدخلي على السلسلة اللي تحت تعملي عمود. على العمود ده هتشتغلي 3 سلاسل وهتشتغلي غرزة حشو، دي أول واحدة معاكي. تمام، بعد كده هتشتغلي على طول بعد الحشو بتشتغلي عمود وسلسلة عمود ده الشكل معاكي. على السلسلة على العمود هتشتغلي 3 سلاسل وهتشتغلي غرزة حشو على راس العمود، دي تاني واحدة من الـ3 سلاسل حشو، بعدها على طول بتعملي عمود وبعد العمود بتعملي سلسلة عمود على السلسلة اللي بعدها اللي تحت. كده انت وصلتي للمكان اللي هتشبكي فيه في اول ورقة انت عملتيها. هتعملي ايه؟ هتعملي سلسلة واحدة بس، مش هتعملي 3، هتعملي واحدة بس وهتدخلي جوه السلسلتين اللي انت عملتيهم في الاول وهتخليها كده وتقفلي بمنزلق. تمام، يبقى انت كده بعد عملتي واحدة من الـ3 سلاسل والتانية
اللي هما فوق العمود، وبعد ما عملتي عمود سلسلة عمود عملتي فوقيه سلسلة واحدة بس، وشبكتي بمنزلقة بانك جبتي الورقة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، يعني كده، وجبتيها كده وعملتي منزلقة على السلسلتين اللي عملتيهم في الاول. وبعدين بتعملي سلسلة واحدة بس وبتروحي على العمود بتاعك بتعملي حشو زي ما كنت بتعملي 3 سلاسل حشو، وعملتي سلسلة منزلقة حشو. انت كده ربطتي الورقة عندك. بعد ما ربطتيها وعملتي السلسلة حشو، هتعملي على السلسلة اللي بعدها عمود وسلسلة، وبعدين بتعملي عمود، وعلى العمود بتعملي 3 سلاسل حشو، وبعدين بتعملي عمود على السلسلة اللي بعدها بعد الحشو مفيش سلسلة، بعد العمود بتعملي سلسلة، وبعدين بتعملي على اخر سلسلة عندك عمود. هنا انت كنت بتعملي على ال3 سلاسل كنت بتعملي عليهم حشو، فانت عاملة الحشو في اول السطر اللي هي السلسلة حشو، فانت بتدخلي على السلسلة ما بين السلسلة والحشو وتسحبي بمنزلقة وتسحبي الخيط بتاعك وتقصي. تمام، ده كده شكل الورقة الوردة بعد ما خلصت معاكي، وده المكان اللي انت قفلتي فيه، مش باين اللي ربطتي فيه بين الورقة الاولى والورقة الاخيرة زي ما انت شايفة كده. ده شكله كده. انا خلصت الوردة معاكم، يا رب ان شاء الله اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.